عبرت الفنانة مايس كاف عن أملها بالجيل القادم ومراهنتها على صمود المرأة السورية التي لا تزال رغم كل ما فقدته تأمل بالعودة مجددا كي تبني مستقبل أولادها. خلال لقاء مع تلفزيون الآن في باريس قالت كاف إنها ترفض اليأس لأنه يعني التخاذل، وستبقى مصممة على أن تبقى البوصلة بالنسبة لها أطفال سوريا. أملنا بالجيل القادم، ما لازم نحن كطبقة وسطى، كطبقة مثقفة، كطبقة اعتبرت انه التراجيديا السورية بتعنيها، انه نحن نوقف عن امل امرأة عايشة بمخيم، امرأة خنساء اخرى فقدت كل عائلتها وفقدت كل أملاكها وفقدت بيتها وفقدت مزرعتها ولسه عندها أمل إن هي ترجع وتبني كمواطنة سورية مستقبل أولادها. اليأس تخاذل، فما بالك بنحنا يلي نحنا منساهم بالمجتمع المدني بإعطاء الأمل للآخرين أنه نيأس. أنا مواطنة سورية حلمي عيش ببلد فيه أمل لأطفال بيصنعوا مجتمعهم، بيصنعوا مؤسساتهم، بيصنعوا برلمانهم، بيصنعوا ملاعبهم، بيصنعوا ألعابهم، بيصنعوا ملابسهم.